سبب مهم جابنا عند المايه. ما تيجي نحجز اوضه في اوتيل؟ ليه؟ يعني نوع من انواع التريح. لا الشاليه، الشاليه وبس. مصمم يعني؟ جدا جدا جدا. طب حصلي اللي صحى بدري قوي كده. كل ده وبدري. طب ما صحنيش ليه؟ ها؟ انت ما صحتنيش ليه؟ انا لازم اجيب منبه واصحى كل يوم بدري اجهز الفطار والحمام والشاي لجوزي حبيبي، حتى لما نروح مصر مش هخلي سادة تعمل له اي حاجة، هعمل له كل حاجة بايدي. مش انت معايا برضو في الكلام ده؟ ها؟ يلا بقى نام، الحق اشوف عدولة بيعمل ايه. حتى تزهق بالسرعة دي؟ ما تقوليش ان انت غرقان في العسل وجاي هنا تاخد نفسك. ما بطل كلامك الخايب ده. لا ده انت قافل قوي النهاردة. عدول يا حبيبي انا حافظك زي ما انا حافظ كف ايدي ده. انت عامل زي العصفور الرقيق الطليق اللي عمال يتنقل بين الغيد الحساب. عشان كده ما بدوملكش ولا علاقة عاطفية. فيها ايه جديد دي؟ صح ولا غلط؟ دي انت دش كده. دش كمان دش. وانا ولا كأني سمعت حاجة. مش هي دي الحقيقة يا شهريار؟ ما تضايقنيش بقى. اضايقك بايه بس؟ انا مش عارف حاجة عشان اقول اي حاجة. خلاص اسكت. وجه جديد دي؟ يعني؟ ايه يعني؟ ظهورات ولا دايما؟ باين عليها دايما. يا ريت استغنوا عن لميس ولا ايه؟ استغنوا عنها ومشيت لوحدها مش مشكلة. عندنا هنا الغايب مالوش نايم. بس مش بطال. الله انت ايه؟ ناوي تحط عينيك عليها كمان؟ انت يا
حضرتك ما تضايقنيش بقى، ايه اللي جرالك؟ اوكي يا حبيبي مش هضايق، بشرط واحد، تقولي على كل اللي حصل بالحرف. لونه يا اخي، خليه لونهولك. هو انا مستطعم حاجه؟ حلوه مش كده؟ يلا بقى دي كوباية لبن دافية كده، ايه هتريح معدتك قوي. ها تبين عليها نامت يا حبيبتي. طب وماله، النوم افيد ليها برضو، وابقى سخن لها كوباية اللبن تاني. يا خلاص يا اختي يا خلاص، والله ما تستاهل اللي بيجرالك ده كله، انا عارفة كان مخبيلك فين. يلا أنا اللي ظلمتها ولا هي اللي خدعتني؟ تجربة، يا إما أكون ظلمتها يا إما أكون خدعتني. صور، أنا حاولت أنسى الحكاية دي، حاولت أغرق معاها ولا قدرت، لقيت نفسي بهرب زي ما لقيت رجليها جايباني لحد هنا. المهم رجليك هتوديك على فين؟ هنسى، هنسى التجربة كلها على بعضها. مصدق حتى الحقيقة مش عايز أعرفها. عجبك؟ مش بطالة البت دي، ما يجيبوها ترقص هنا. ما انت كان عجبك الرقصه الاولانيه؟ كنت كويس.